بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القران وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في آمي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.